مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. لما تسافر دولة ثانية، كندا في عندها موقع رائع جدا للكنديين والمقيمين. حورجيكم اياه، اسمه travel.gca.ca. حط لكم الرابط تحت. هذا موقع مهم جدا لكل واحد بده يسافر، معلومات عن الدول بدك تسافر لها، هل بدك فيزا ولا لا اذا معك الجواز الكندي، هل بتحتاج اي تطعيمات، التسجيل في الموقع عشان اذا لا سمح الله صار معك اي شيء يعرفوا يتواصلوا مع أهلك. خليكم، حشرح لكم كل الموقع وححط لكم الرابط، وهذا مهم جدا لكل واحد بسافر، ما تستهينوا في هاي الشغلة. كتير ناس للأسف ما كانت مسجلة وصار عندها مشاكل في دول ثانية وما عرفوا يوصلوا لأهلهم أو لأصحابهم أو لأصدقائهم في كندا عشان الإجراءات القانونية. خليكم. طيب، زي ما انتم شايفين هون في الموقع أو في جوجل، احنا حاولنا ندور على Travel Canada، طلعنا هذا الموقع اللي هو travel.gc اللي هو governmentofcanada.ca. ندخل عليه، موقع خطير ورهيب جدا وفيه معلومات جدا مهمة. Travel Advice and Advisories، هذا مثلا واحد طالع على دولة، نحكي على الأرجنتين، بحكي لك إذا هاي الدولة كل المعلومات عن هاي الدولة، إذا فيها ريسك تيك نورمال سيكوريتي، يعني إشي طبيعي ما في عندهم مشكلة، سيفتي أون سيكوريتي، في الشغلات اللي بحكي لك الملاحظات اللي لازم تنتبه عليها، الباسبورت والشغلات اللي مهمة جدا، الهيلث إذا بدك، هاي شايف عندهم ميزلز مثلا، هذه بكل العالم، وعندهم زيكا فيروس لازم تنتبه، اللو والكلتشر، بعطيك بعض المعلومات، الناتشورال الطبيعة، الكلايمت ديزاسترز إذا في عندهم، وأي أسيستنت تحتاجها، هاي في رقم إمرجنسي في أوتوا. نختار دولة تانية هيك بشكل عام، مثلا نحكي بدنا نروح على اخترنا أرجنتينا، خلينا نحكي على دولة فيها بورما مثلا، I don't know، برازيل، بروناي، بلغاريا، خلينا نشوف سوريا مثلا، شوف شو بيحكوا عن سوريا. هاي سوريا، جو. زي ما انتم شايفين، هذا التحديث كان في اوغست 2019، ستيل فاليد لهلا. شايفين افويد اول ترافل، تحذير انك تسافر عليها، طبعا بتعرفوا عشان موضوع الايربورت، كل شيء كاتبينه هون، سيفتي اند سيكيورتي كاتبين كثير شغلات، الانتري اند ريكويرمنت برضه كاتبين، هيلث، خلينا نشوف اذا في شيء مشاكل بالهيلث، ما في شيء. اللو اند كلتشر بحكي لك عن موضوع ال جي بي تيز، الدول سيتيزنز، يعني بشكل عام هذا اللي موجود في هذا القسم اللي هو ترافل ادفايز. كنديان باسبورت، هون بحكي لك كيف تتقدم على جواز سفر كندي. بشكل عام يعني هذه مهمة للكنديين اللي ما بعرف، يعني عادة سهل جدا اذا انت كندي. اير ترافل، كل اشي بدك اياه عشان تعرف عن الاير ترافل. اسيستنت ابرود، هاي مهمة جدا، اللي لا سمح الله صار معك اي مشكلة بدك مساعدة في هاي الامباسيز اللي موجودة، الكونسولرز اوفيسرز في الاكشنز، كل هاي الشغلات، الكويشنز اند فيدباكس مهمة جدا. نحكي ستي كونكتد، هاي اذا بدك اي معلومات من كندا وانت خارج كندا. طيب، Canadian Attraction Events and Experience، هذه في الكندا. Travel Abroad، هذه النقطة المهمة جدا نحكي عنها، زي ما بيحكوا هون Travel Advice and Advisory اللي شفناها أول إشي، Schengen Areas، هاي اللي بدي يروح من الكنديين على أوروبا، أوروبا الآن عم
بدها زي بري ابروفال للفيزا، سهل جدا انك تسويه اونلاين. هون ممكن تسويه. الاطفال كيف ممكن يسافروا لحالهم وامتى، وشو اذا بده يسافر مع احد الوالدين، شو الورقة لازم يسويها الوالد الثاني. بابليكيشن هاي عندهم شغلات، ترافل هيلث اند سيفتي هاي شغلات عن الصحة، كندا يو اس بوردر ويت تايم هذا الوقت اللي ممكن تستناه على الحدود البرية. إذا بدك تعيش خارج كندا، موضوع الحشيش ونقله internationally، travel documents هذا للأشخاص اللي ما معهم جواز سفر، registration for of Canadians abroad هذا مهم جدا، اللي هو كيف إنك تسجل بالسفارة إذا أنت عايش أو رايح مسافر لمدة بسيطة على دولة تانية. هاي حكينا بالأونلاين registration، تقدر تقرأ كل إشي هون، تعمل أكسبت، وموضوع سهل جدا. لازم تكون كنديان سيتيزنز، أكسبت، وهون بتعبي الاسم، قديش لك معلومات عنك، وامتى بدك تروح، قديش بدك تقعد، والمكان اللي بدك تقعد فيه، emergency contact هذا مهم جدا، لا سمح الله صار عندك أي حالة تحتاج فيها لمساعدة، وفاة، مرض، اعتقال، ضرب، يعني كل هاي الشغلات، وصارت حالات كتير، وفعلا هذا المكان مهم جدا. resources for traveler counselor هاي الشغلات اللي قد يحتاجها الكندي. return to Canada هذا بده يرجع على كندا، شو الشغلات اللي لازم تعرفها، الأكل اللي ممكن تجيبه، الأكل اللي ممنوع تجيبه، الديكليريشن اللي بدك تسويها على المطار، المبالغ اللي ممكن تجيبها معك، كل هاي الأمور مهمة جدا. هذا للي بده يجي سياحة على كندا أو زيارة، مهم جدا برضو انه يدخل عليه، تقريبا نفس المعلومات اللي موجودة. هذا الموقع باختصار شديد وبسرعة شديدة موقع لازم لازم تتفحصوه. زي ما انتم شايفين هاي الويتينج تايمز، خاصة ايام الاعياد بصير عندنا كتير زحمة على الممرات الحدودية. الناس اللي معهم جوازين سفر كيف يقدروا يستخدموهم، شو اللي بتقدر الشغلات اللي تجيبها معك على كندا من دول تانية، والشغلات اللي ما بتقدر تجيبها. موقع مهم جدا، لازم تثقف حالك وتطلع عليه. ويلا يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله إن شاء الله رحلة سعيدة وتنبسطوا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.